طلب سكان بلدية أولاد عطية بولاية سكيكدا منح بلديتهم حصصا معتبرة من السكن بمختلف صيغه وكذا ربطهم بغاز المدينة، خصوصا أن هذه المنطقة تعرف برودة شديدة خلال فصل الشتاء. السكان يعانون اليوم التهميش والعزلة. تغطية سعد زجاري. لا يوجد غازوفيل، ما كانش ساكن اجتماعي من سنة 2006. من 2006 ما زدناش ولد بشتى انواعه، من الساكن وروح، من الساكن للصحه عندنا سبيطار ما فيه والو، تروح تعقب برك. الحاجه الكبيره اللي نطلبوا بها الغاز دوفيل، منطقه بارده وخاصه كي يضرب الثلج. هذا هو اللي عايشين به، عايشين بالهواء النقي فقط، ما عندنا حتى تنميه، ما عندنا حتى حاجه. العلو انت 800 متر على سطح البحر. احنا نتمنى يعني من طلوتات، نطلبوا من طلوتات باش يديروا لنا مركب هنايا الرياضي، ونتمنى حتى الفريق الوطني يجي لهن.